صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في يوم جديد من ايام صيف البحرين، البرنامج اللي راح نرافقكم فيه من الاحد للخميس. اكيد حلقه اليوم راح نستعرض فيها قصص مميزه وايضا مواضيع خفيفه. صباحك الله بالخير يا اسماء. صباح الخير حمد، الله يسلمك. مشاهدينا في حلقه اليوم راح نتعرف على شباب ابدعوا في مجال التصوير، وبنلقي الضوء ايضا على انواع الخيول، ومعانا مشروع بحريني متخصص في المنتجات الطبيعية للعناية بالشعر، وبنتعرف على الشاب البحريني الفائز بجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. حمد، يمكن في فترة الحجر المنزلي وايد ناس اكتشفوا مواهب داخلهم، واليوم حلقتنا فيها وايد مواهب. شنو المواهب اللي اكتشفتها؟ أنا والله يعني قاعد أحاول إنه يعني اكون مصور بس بالتليفون، يعني قاعد احاول، يعني تعرفين في اوبشنات وايد في التليفون ممكن تعطي الواحد يعني مساعده. ما اعرف اذا عندي موهبه اليوم، فرصه عندنا مجموعه من المصورين المبدعين اللي ممكن ناخذ رايهم، ممكن انا اكون ممكن زين. ممكن تضيف حق انت عندك موهبه؟ اسمع، انا والله بديت ارسم يعني اكتشفت انه انا اعرف ارسم، فاخذت لي لوحات واخذت لي وايد الوان يعني المائية. تمام. عسى بس من بالرسم اللي الإنسان شي راسه دائرة و... لا والله يعني بدعت شوي، يمكن أجيب لكم لوحة بعد هالمرة بنستضيف سكايب بعد إن شاء الله. مشاهدينا في فقرتنا الأولى راح نتعرف على مصورين أبدعوا بأعمالهم وإخراجهم للإعلانات، ووثقوا أجمل اللحظات بكل كفاءة وإبداع. خلونا نشوف مع بعض التقرير الجاي وراجعين لكم مع ضيوفنا في الاستديو. We'll be right back.
وبعد هذا التعريف البسيط يستعدنا استضافة المصور والمخرج أحمد محمد وأيضا المصور عبد الرحمن دياب. صبحكم الله بالخير، حياكم الله. حياكم الله أحمد. بنبتدي معاك ونتكلم شوي عن تجربتك في جزيرة الإبداع، هذه الجائزة اللي فزت فيها بأفضل مونتاج. نبي نتكلم عن تفاصيلها، شنو كانت المسابقة عقب ما فزت بجائزة أفضل مونتاج؟ شنو كان شعورك؟ شنو اللي استفدت من هذه التجربة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على استضافة الجميلة وعلى البرنامج الحلو. حياكم الله. بالنسبة حق جزيرة الإبداع، هذه كانت برنامج من ضمن البرامج اللي كانوا يسوونها مؤسسة شباب الرياضة على أيام تقريبا قبل سنتين هاللون. كنا نستفيد من هالبرامج، كنا تونا يعلمونك أن تصور الفيديو وتمنتج خلال أسبوعين، تنتج فيلم قصير. حلو. ففي ذي الوقت يعني إحنا شوي الفريق اللي كان متهور يبنى سيارة وقلبناها، كانت حق مسابقة المرور. المرور. فقلبنا السيارة وصورنا، عقب اكتشفنا أن في قوانين دم ما يبونه وايد يطلع، وإحنا الفيديو مالنا كان كله دم، عبارة عن دم. أي. فاضطرينا أن نصور شيء ثاني ندخله مع دي الفيديو، ندمج الفيديوين. فتصرفنا بسرعة ومنتجنا الفيديو وسوينا خلال يومين. غيرتوا السيناريو يعني من يد جديد ولا؟ إيه، على آخر يومين غيرنا. أوكي، يعني اشتغلت شغل أسبوعين في يومين تقريبا تقدر تقولين. والحمد لله الله وفقنا وفزنا بأفضل مونتاج. يعني جميل، أكيد تجربة، وكل تجربة لها قيمة ولها يعني إثراء حق يعني مشوار الشخص. صحيح. عبد الرحمن، دائما يعني أي موهبة كانت في العالم في شخص في البداية يؤمن فيها، من الشخص اللي أعطاك الشرارة أو أعطاك الدافع الكبير اللي خلاك تؤمن بقدرتك أن تكون مصور مميز؟ تمام. مبدئيا كان أهلي طبعا أول شيء. نعم. قدموا كل الدعم. تاني شيء كان في شخص اسمه محمد سعيد، هو محامي اصلا، لكن هو تقريبا هو اللي اكتشفني. كان هو اصلا يعني محامي لكن هوايته التصوير، فكان بياخدني معاه في كل حاجه، وانا بدات اخد منه اهم الاساسيات يعني، وبس من وقتها وانا انطلقت يعني. وانت اكيد بينك وبين نفسك يعني الى جانب دعم محمد السعيد، ايضا اكيد انت عندك ايمان في نفسك وبقدرتك على ان تكون مصور مميز. بالضبط، انا باخذ الاساسيات وانا بالفكر اللي عندي. نعم. بتخيلي ببني عليه بقى، لكن ما بمشيش على نهج معين يعني. طبعا. جميل احمد، ارجع لك، ودائما المصورين يعني عندهم يعني حاله خاصه مع الكاميرا. نبي نتكلم انت عن علاقتك بكاميرتك، كونك مصور وتحب التصوير في نفس الوقت انت بتمنتج اللي انت قاعد تصوره، احس يمكن في خيالات وايد، فنبي نتكلم عن هذه العلاقه اللي بينك وبين كاميرتك. والله طبعا هاي الشيء عند جميع المصورين، كاميرا اغلى شيء في حياته، اغلى من اي شيء يعني. كل شيء لك كاميرتي لك، نفس ولدي. يعني نحافظ عليها بشكل، تعرفين اللي في ناس اهتمام، اي حتى السياره يحطها يربط عليها الحزام عشان ما يصير شيء. اكيد وايد. وانا يعني من انا صغير كان الاهل يبون لي كاميرات، يحببوني في هالشيء، فانا كنت ما عندي يعني ما اعرف اصور قبل. ابوي اتذكر يوم دش علي جاب لي كاميرا حزتها كانت وايد. نعم. فقعدت اتعلم عليها. فتقدرين تقولين من انا صغير بدات العلاقه بيني. كم كان عمرك حزتها يوم اكتشفت ان انت عندك هذه الموهبه؟ تقريبا 16 سنه. ما شاء الله، تمام، ولازلت شباب وعندك قدرة على العطاء بشكل كبير. عبد الرحمن، شفنا مجموعة من الأعمال من خلال التقرير لك وحق أحمد، شنو العمل اللي تحس تعلمت منه الكثير؟ شوف، هو كل الأعمال تعلمت منها. نعم. يعني أنا لما بدأت كنت مهتم جدا بالسفر وإن أنا أصور بشكل مختلف. ممكن تاني شيء الأعمال المختلفة اللي عملتها هنا في البحرين. جميل. العيد الوطني مع وزارة السياحة، طبعا ده كان من خلال شركة توفريف، كان قدموا لي دعم كبير بشكرهم طبعا. عملت الفود فيستيفال والكالر فيستيفال والسي فيستيفال، فكل ده كان أعمال للبحرين قدمت لي كتير. وكل عمل اكيد يضيف حق طبعا صاحبه كثير ويتعلم من زوايا مختلفة، ضفيت لي كتير جدا طبعا. نعم. جميل جدا.
طبعا احمد وعبد الرحمن احنا بنروح راح نواصل معاكم هذا اللقاء بس معانا عبر السكايب الناشط الاجتماعي خالد جناحي. صباح الخير خالد. صباح النور. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو اخبارك؟ حياك الله يا خالد. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك سلمى. ترحب بضيوفنا؟ ما احتاج ترحيب، كل يوم اشوفهم تقريبا. مو الحين، قبل الكورونا، مو الحين. خالد، بوجهة نظرك الشخصية، شنو الأشياء اللي تميز أحمد وعبد الرحمن؟ شفنا تقرير في بداية البرنامج، يعني ملخص لمجموعة من الأعمال الإبداعية لأحمد وخالد، أو عفوا أحمد وعبد الرحمن، فشنو أبرز الأشياء اللي تميزهم؟ أول شغلة عبد الرحمن طبعا اشتغلنا معاه احنا نقول كفريلانسر من قبل. نعم. عبد الرحمن ما شاء الله عنده تاتش مولف اللي انت يمكن ما تشوفه، يعني تشوف الفيديو تتوقع يطلع بطريقة معينة، بس عقب في المونتاج اصدمك بشيء كلش غريب وشيء وايد افضل من كنت تتوقع. لاحظنا هالشيء في التقرير خالد. اي شيء انا ما توقعت الفيديو هاللون، والله يعني قلت اوكي الفيديو حلو بس يطلع ريزلت هاللون، لا صراحه صدمني وايد. حبيبي خالد حبيبي، ان شاء الله اللي عنده هاي اللمبه التصوير نفس الوقت يزيد اشياء من عنده لقطات معينه مو موجوده اصلا في السكريبت الموجود، يقول له هاي احتياط، هذه احتياط. عقب ما يسوي المونتاج نعرف هاي الاحتياط حق شنو. اي خالد، نبي نتكلم بعد عن الافكار اللي نشوفها في الفيديوهات، شلون يتم الاتفاق عليها بينكم وبين الشباب؟ وشلون تكون الاجواء او الوقت اللي قبل التصوير، شلون تكون الاجواء فيه؟ قبل اجاوب على ذي يصير اقول شغله عن احمد بس. تفضل. تفضل. احمد من الناس اللي انا انصدمت قبل سنتين تقريبا اشتغلنا معاهم، انه هو مواليد 2000. اكو استحى هني ترى عندنا، ها مستحي حد. لا يمكن والله قلنا انا مواليد 2000 نعوش فنز يعني 2000 شغله ما شاء الله عليه، باين حق انه واحد صار له يعني سنوات وهو ما شاء الله تو. وخاصه يعني لو تشوفون الكواليتي مال الفيديوهات والناس الثانيين طبعا تحسون لا انه طيار صار له يعني صار له فتره طويله هو يصور. طبعا اول ايام كان احمد اقول له لا احمد كنا يبي له تقول خالد كنا يبي له. اول ايام احمد مثلا كان اوكي ويحب الشغله وايد دائما ما يقول لا، حتى لو عنده تصويرين وثلاث واربع يقول لا احمد عندنا تصوير في الليل، يقول اي انا عندي الصبح وعندي العصر يمديني في الليل ساعتين شلون. يقول شلون ما شاء الله عليه، هو حب الشغله ما يبي يعني يقول لا حق شيء، بس كان في مشكله كان وايد ينسى اشياء يعني اللوكيشن الميركارد مو موجوده الكاميرا تضيع. هاي يعني قبل، بس ما شاء الله عليه في خلال سنه ونص احنا نروح اللوكيشن يصور عادي، يوقف التصوير يقول حق فلان المصور لا ترى هاي الجمله غلط، يعني هو يتذكر اللاينات مال الممثلين ما شاء الله، هو يذكرهم ويعدل لهم. فتطور مو طبيعي في سنه ونص، وهو من الناس اللي انا صد يوم شفت شغله اول مره تعرفون في ناس ساعات تقولون عقب 5 سنوات تخيلون هاي الشخص شنو بيكون. صح. احمد من هاي الناس ما شاء الله. احمد على خالد، ارد على خالد مدام قال الكواليس، انت عطنا كواليس. والله خلد ها اقول. والله يعني انا خصوصا احسن شيء صار لي تقريبا في حياتي كعمر من عمر صغير اني اشتغلت في شركه ترتيب، تعرفت عليه على الخلد طبعا. الشغل وياهم صدفا، وتعلمت كوني اول مره صغيره اشتغل في شركه هاللون اكبر الشركات، فهذا الشيء علمني بعد اعطاني دافع ان اصير احسن واحسن. فانت ايش معنى خذوني انا بهالعمر بهالشيء؟ فقعدت افكر اكيد والشغل معاه يعني الخلد ما يحتاج ما شاء الله. دائما يعني الفيديوهات اللي تطلعونها افكار مميزه، كل فيديو مختلف عن الثاني. صح صح، نحاول قد ما نقدر ان نحط نسوي شيء واقعي يروح على المجتمع على افكارهم، نحاول نعطيهم فكره تليق فيهم يعني. حلو. طبعا خالد احنا ما زلنا مستمرين معاك ونبي نتكلم عن الجديد ان شاء الله عقب فتره الحجر، اكيد في افكار قاعدين تطرحونها حاليا عشان تنفذونها عقب هذه الفتره ان شاء الله عقب ما تعدي على خير. شنو بتقول لنا عن هذه الفتره وشلون قاعد تقضي وقتك عشان ما تضيع هاي الفترة بدون ما تنجز فيها؟ حلو. احنا ترى قبل لا تصير الأزمة مالت الكورونا كنا حاطين خطة ان احنا نسوي برامج في اليوتيوب، لكن للأسف بدأ الموضوع، بس ان شاء الله الأمور تتحسن ونقدر نبدي بسرعة معك. بس في هالفترة ذي قاعدين نحط الأفكار
يعني كل شخص عندنا مثلا في ترتيب، عندنا ناس مثلا خلينا نقول انفلونسرز، عندنا غيرهم، ما نبي نحصر الموضوع انهم بس انستغرام او سناب شات وخلاص. نعم. تعرفون كل ابلكيشن وكل شيء لا شيء معين عقب خلاص، يعني يجي اللي عقبه. احنا نبي نطور هاي الشيء، نبي الشيء الشخص بدل يكون انفلونسر مثلا مجرد يكون كوميدي، مجرد انه يكون مثلا ارتست، لا نطوره نطلعه برا فيلد السوشيال ميديا. فمثلا كمثال مصوبي انا كنا اول ايام اسوي سكتشات اسولف في الانستغرام هالاشياء، بس بعدين اخذنا النكست ستيب. احمد محرقي من ترتيب قال لا انت اليوم مو بس في السوشيال ميديا، انت اليوم تطلع برا. فاللي سويناه مثلا سوينا ستاند اب كوميدي، سوينا تشيكن ناجتس تقريبا كان الحضور 700 شخص، سوينا بعدين ستاك ان ترافيك على يومين حضور كانوا 2000 شخص. فننقل هاي الموهبه وهاي التالنت عند الشخص للنكست ليفل. جميل. عشان نقدر يعني بوتشر يطلع حتى يروح اماكن ثانيه برا البحرين ينادونه. وعقب احنا ما سوينا حتى هاي الشوبات اللي سويناهم حتى من الامارات جاتنا ريكوستات انك تعالوا يجيبوا الشو عندنا في الامارات. وهاي هاي النكست يكون ان شاء الله. بس إن شاء الله. بشكل عام الخطه الجايه ان شاء الله عندنا برامج وايد في اليوتيوب. نعم. وان شاء الله بس تخلص يعني ازمه الكورونا ونبدي نصورهم، لان كل شيء موجود، كل شيء البلان الافكار كل شيء موجود. ما شاء الله. وانتم قاعدين يعني ان شاء الله. الوضع شو. خالد بالكلام عن الاعمال والفيديوهات والافكار اللي دائما ما شاء الله تنتجونها بشكل مستمر، بما ان يعني الفريق موجود سواء مصورين او مخرجين، ايش كثر عاده ياخذ يعني العمل مده انه يكون خلاص جاهز للعرض، انه تكونوا خلاص كلكم راضين عنه 100%؟ دائما في النهايه هالشيء يروح على الكونسبت نفسه. ممكن كونسبت يكون يحتاج اسبوع اسبوعين، يمكن كونسبت اذا كان وايد اورجنت ننفذه في يوم وليله. يعني في احد الفيديوهات اخر الفترات سويناهم، تخيلوا صورنا الفيديو طلعنا من اللوكيشن الساعه 8، احنا صورنا الساعه 10، المونتاج عند الكلاينت الساعه 4 الفجر. انا كان وايد اورجنت، ما يتحمل الانتظار ساعات. اي ما يتحمل الانتظار ولا ساعات، يعني نقدر ناخذ راحتنا، عندنا اسبوع اسبوعين. والتصوير نفسه في اللوكيشن احيانا ياخذ ساعه، احيانا 8 ساعات، احيانا يومين 3 ايام. وعقب المونتاج يروح عند الشباب، عندنا احمد عبد الرحمن ان شاء الله فيهم الخير. بس يعني احيانا يسوون نفس الوقت، يقول لك والله انا لا انا مزاجي اليوم واحد كل شيء في الدنيا وسايل المونتاج الحين، وساعات لا والله على روحتي اضبط هني، اضيف الانيميشن، اضيف الفويس اوفر، يعني كل واحد كل بروجكت يختلف عن الثاني. حلو. طبعا الناشط الاجتماعي خالد جناحي، كل الشكر لك على مداخلتك معانا في برنامج صيف البحرين. يوم وننتظرك تكون ضيف معانا بعد في الاستديو ان شاء الله. لازم ان شاء الله. حياك الله. ان شاء الله يمديني اضعف بعد يمديك خلال اسبوع اسبوعين يمديك. شكرا لك، يعطيك العافيه. نرجع حق ضيوفنا عبد الرحمن، تكلمنا قبل ما ناخذ خالد ان الكلام عن الفيديوهات او الاعمال اللي تعلمت منها، بنتكلم عن الاشياء اللي تعتز فيها بشكل كبير. دائما انا عارف ان المصور او المخرج او اي موهبه كل الاعمال لها يعني مكان في قلبه، ولكن في عمل تحس انه وايد قريب الى القلب، يعني هو خلينا نقول بين قوسين الافضل بالنسبه لك الى حد الان. مبدئيا هو انا اشتغلت مع شركات كتير. ففي كل شركه في بصمه معينه، في كل مكان في فيديو بعتز بيه بصراحه. نعم. يعني مثلا مع شركه بحرين درون صورت اليو اف سي تبع الشيخ خالد، الفنون القتاليه. نعم. وده كان شيء جميل جدا بصراحه يعني. وطلع بشكل ممتاز. فيديوهات السفر بصراحه بتعب فيها جدا. سفر بالساعات عشان بس اروح مكان واحد اصور، باخد 10 ساعات مواصله واصور ساعه ساعتين وارجع ل 10 ساعات تاني. فكل مرحله في حياتي مهمه جدا، ودائما اتصور الاعمال اللي فيها تعب كثير مثل ما تفضلت. ممكن نطلع جبل. نعم. نطلع جبل 2 كيلو 3 كيلو. نعم. عشان بس تاخد شروق ولا غروب نص ساعه وتنزل تاني. طبعا هو التصوير يكون نص ساعه بس، اللي يطلع في الفيديو اصلا من هذه اللقطه يمكن ثواني. ثلاث ثواني ثانيتين ماكسيمم يعني. فبالساعات وبيطلع في الاخر 1 مينيت يعني. اكيد جهود كبيره لمصورين وايضا مخرجين. فعلا احمد ارجع لك، ونفس ما ذكر حمد قبل شوي ان كل مصور كل فيديو له معزه خاصه يمكن في قلبه، بس في فيديوهات معينه تكون مميزه عند المصور نفسه. شنو اجرب فيديو لقلبك؟ اجرب فيديو تقريبا لي كان انا طبعا ستايلي في الفيديوهات شوي صاير قريب. ايه لاحظت هذا الشيء. فانا احب الشيء تعرفين اللي يكون في وايد اكشن في الفيديو. فممكن اجرب فيديو سويته هالفتره كان مال بعيسى حق شركه فراري اللي حق السياره. نعم.
هذه شوي حطيت فيه بصمتي يعني. ميال السيارات أحمد من حديثك أكثر شيء تذكر السيارات. حب السرعة وعالم السرعة عدل. كشوف أنا مالي في السيارات. بس سوالف الأكشن والهذه أنا أحبها. حلو. فنقدر نقول مال بويس. أنا حسيت إن في هذا الفيديو إن أنت يعني حطيت بصمة بحرينية. صح. في الفيديو نفسه شنو كان هدفك من هاي الموضوع؟ هو كان الفيديو تقريبا 100% تقدرين تقولين وطني. حتى كلمنا استاذ جمال القائد عزف لنا كان على الفيديو اغنيه بحرينيه تراثيه. فالهدف كان ان انا عندي هدف بوصله ان احنا هني في البحرين نطلع شغلنا ونطلع هاي حق العالم. ليش اني الهويه البحرينيه؟ نعم يعني ليش اني اللي من برا يسوون هذي؟ نقدر احنا نسوي هالشيء إن شاء الله خلال السنوات إن نقدر نطلع هالشيء برا. نروح أنا كبحرينيين نشارك في هوليوود في هذي. ليش لا نقدر؟ وانتو قاعد يا أحمد عبد الرحمن راح نواصل حديث الشيق أسماء وياهم، ولكن عندنا ضيف آخر عبر السكايب معانا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترتيب محمد المحرق. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. حياك الله معانا في محمد. صيف البحرين أهلا فيكم. حياك الله من الاستضافة. الله يعافيك محمد. مثل ما نعرف ان الكثير من الطاقات الشبابيه اللي تبدع في مجال التصوير، نبي نتعرف على اسباب اختياركم للشباب اللي معانا اليوم في الاستديو عشان يكونوا من ضمن فريق ترتيب. تبين الصراحه احنا عاده نختار الناس حسب شغلهم، حسب الاكسبيرينس مالهم. طابع الاكسبيرينس يغلب على طابع الشغل نفسه يعني، او خلينا نقول ما خاصه بوزاكي شاب صغير ما عنده سنوات خبره وايد، فالواحد ساعات اللي يسمع عنه يتردد يقول لا توه صغير توه كذي. بس مع الوقت لان واحد يشتغل معاه ويشوف شغله، يعني انا بس قلت له ما بشوف شغله، ثم خليت اشوف له فيديو شلون يشتغل وصراحه اقنعني يعني. حلو. بالكلام عن يعني صغر السن محمد، تكلمت عن احمد انه شاب صغير، ما حسيت انه هناك في بعض المغامره بالتعاقد مع شخص يعتبر يعني اصغر موظف يكون معاكم في المجال؟ شوف انا بديت صغير وبديت كنت من المدرسه. نعم. فكنت دائما الناس يعني تستصغرني خلينا نقول. صح. حسيت من الظلم ان انا بعد استصغر شخص، فاحتاج اني انا اشوف شغله احكم على شغله ما احكم على عمره. واتذكر يوم بنوقع الكونتراكت اشوف السي بي او 00 بدون في غلط في اقول عدل هاي ما في رقم، يقول لا لا هو يبتدي 00 00. استوعبت انه هو وايد مواليد 2000، بس يعني شغله يثبت نفسه مو بعمره يعني. جميل. اكيد معنا بعد عبد الرحمن في الاستديو. محمد شنو حاب توجه له كلمة؟ والله عبد الرحمن وايد مبدع يعني، أنا ما أنا فيديو مو منزل حق أحد صراحة، وايد مبدع يعني صدمني شغلة. وناس ما قال خالد يعني ما شاء الله اللي تشوفينه وقت التصوير تشوفين الشغل يعني اللي تشوفين عقب العمل الإخراج النهائي تنصدمين يعني شو مفكر في كذي اللقطة شو سواها يعني ما شاء الله عليه وايد مبدع يعني، وعنده عمل جدا جميل حق البحرين قاعد يشتغل عليه يعني، وقلت له خلينا نبتدي نشتغل فيه. جميل. بس ان شاء الله الازمه تعدي ونشتغل عليه. ارجع بس انت يلا عبد الرحمن معاك المحرقي وتقدر توعده ببعض الاعمال. طيب ان شاء الله انت اول ما ترجع ان شاء الله ثاني يوم ثالث يوم نتقابل ونقعد نعمل خطه محترمه نقدم فيها عمل جميل ان شاء الله. ان شاء الله ما له داعي ارجع، نقدر نجتمع من الحين خلاص كلمني في الليل بعدين. انا هذه اللي كنت ابي اقولها لك محمد، ان انت مو موجود في البحرين مو بس في يعني مو بس قاعد تعاني من الحجر المنزلي، مو موجود اساسا في البحرين، لكن رغم هاي الشيء انت قاعد تنجز يمكن بطريقه احسن واجمل وافضل من الايام العاديه. فشنو حاب توجه حق الناس او حق الشباب ان هم يستغلون وقت حجر المنزلي في تطوير نفسهم في الشغل والابداع بشكل اكبر؟ والله انا اكتشفت ان اليوم اطول من 24 ساعه من الحجر فعلا
والله يعني قبل كنت دائما اقول كان زين احنا يعني نحصل وقت اكثر وغيره. اكتشفت صراحه سالفه طلعت السياره تضيع الوقت، السوالف الجانبيه فوائد اشياء تضيع الوقت، فالحجر وقعدتي في مكان واحد واحنا يعني برا البحرين فعندنا حظر تجول وغيره وايد استفدت من الوقت. يعني كنت العب بلاي ستيشن، كنت العب في كل انواع الاشياء، اطالع تلفزيون واقرا كتب ويعني اسوي بزنس اجاوب شغلي واحط افكار جديده. فاتوقع الواحد لو بس ينظم روحه ويحط له تارجت شنو يبي يوصل، يمكن يمر في فترات عشوائيه بس مع الوقت بيقدر يكتشف شنو هو يبي يروح له يعني. فاتوقع ان يعني الفتره دي وايد مهمه وايد زينه، يعني ما راح نحصل نفسها عقب فتره يعني صدق انها هي بتمتن. نعم فعلا الواحد يقدر ياكل بس في نفس الوقت الواحد على الاقل يقدر يبني له شيء، فهاي فرصه ما تتعوض يعني بغض النظر عن اي كرايسس فاينانشلز موجوده في العالم كامل نقدر احنا نتخطاها ونروح قدام يعني ونحط افكار جديده. وصراحه انا بالعكس يعني عندي بروجكت وايد اشتغلت عليها وقاعد اشتغل فيها يعني ونفذها يعني. انا قاعد اشوف هذا الشيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعطيك العافيه المؤسس والرئيس التنفيذي لترتيب محمد المحرقي، كل الشكر لك. الله يعافيك، مشكورين، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. نرجع وياكم احمد وعبد الرحمن. دائما الواحد عنده طموح للمستقبل، وانتم ما شاء الله اكيد مبدعين حاليا، لكن اكيد كل واحد يحط له خطه للمستقبل. وين تشوفون نفسكم بعد 5 سنوات؟ اكيد نفس ما قلت لك من ساعه، احنا عقب 5 سنوات نتوقع ان احنا طالعين برا نمثل البحرين ان شاء الله. ان شاء الله. وعندنا وايد مخططات ان شاء الله نسويها، اللي هي من اولها تقريبا احنا نكون تمنين عقب كم من سنه نجمع كل المصورين البحرينيين نحطهم في مكان ملجأ لهم، يطورهم يعلمهم شلون يتعاملون مع الشركات، وكلنا يعني ليش ما نساعد بعض، تستفيدون من بعض. نعم. كل واحد حلو التعاون، كل مصور عنده نظرة فأحس كل واحد بيستفيد من الثاني. نعم فهذه هو تقريبا. بالتوفيق إن شاء الله عبد الرحمن. والله حاليا انت ممكن تخطط كتير، لكن زي ما احنا شفنا اللي حصل كورونا وقفت كل حاجه. نعم. بس احنا طبعا بنطمح انا وهو يعني نكون في كندا مثلا. نعم. ونطمح اكتر انه يبقى في عندنا حاجات هنا زي بره ان شاء الله، وراح يكون ان شاء الله معاهد او اكاديميه معينه ان شاء الله. ان شاء الله بفضل ان شاء الله اعمالكم الابداعيه وجهودكم، ومثل ما قال احمد النيه الطيبه منكم ومن جميع المبدعين، وان شاء الله توصلون للاهداف الكبيره والعالميه اللي تطمحون لها. شكرا جزيلا. المصور والمخرج أحمد محمد والمصور عبد الرحمن دياب، يعطيكم العافية ونورتونا في الاستديو. شكراً. شكراً. خلونا نأخذ فاصل قصير ونرجع نواصل وياكم صيف البحرين. حياكم الله مشاهدينا من جديد. الخيل كان الوسيله الاكثر شيوعا للتنقل، وذلك بسبب ما يمتلك الخيل من قدره على التحمل، ودائما بالنسبه حق اهل البحرين الخيل له مكانه خاصه لانه دائما يرتبط بالموروث الشعبي وثقافه اهل مملكه البحرين. تقرير يتكلم عن انواع الخيول نشوفها ونرجع نواصل. احنا حاليا في المدرسه الانواع الخيل اللي موجوده عندنا عده انواع، منها الانجليزيه ثير بريد، وعندنا الخيل العربيه والخيل من ساوث افريكا وخيل من استراليا. وفي البحرين في عده انواع اكثر، اكيد في خيل الورم بلاد وفي عده انواع. مثلا الحين الخيل العربيه تتميز وتختلف عن الخيل الانجليزيه من ناحيه الحجم، من ناحيه الشكل،
من ناحية الجمال خيل عربية والتحمل. خيل الإنجليزية تتغير بعد من ناحية الحجم والاستخدام، فمن ناحية الحجم يختلف. خيل عربية الحين قاعد تشارك في المسابقات الجمال، وفي حق مثلا حتى تشارك في المسابقات الغفز الحواجز، المسابقات الغدرة عمدا قاعد تستخدم. بس الخيل اللي متخصصة أكثر شيء الخيل العربية حق شنو؟ حق مسابقة الجمال. والأفريقي يختلف، ما خيل مثلا متخصصة حق الغدرة تختلف، هي أصلها في النهاية هي مخلوطة بالعربي بالخيل ثانية، بس من هي جاية من أفريقيا وتهيئاتها هناك تختلف. يعني مثلا في أماكن كبيرة لهم من شيء تختلف الخيل في التدريب. خيل عربية تبين من الشكل، بس الأفضل في لها جوازات خاصة وأرقام خاصة، أنت عشان تعرفين سلالة هاي الخيل رايحة من وين يبين في الجواز العمر، اللون، وشنو المشاركات اللي محصل عليها، وشنو نوعه بالضبط. كعامة نقدر إحنا نطالع الخيل من الشكل نعرف، بس الأحسن أن تكون يعني نتشيكين مثلا سلالاتها بالطريقة الصح. مثلا فيها كل حصان خاصة الحين في نفس نوع من الشيب، ويشيكونه وتدشين على الويب سايت الخاص وتشيكين الناس نوع الخيل من أمه من أبوه وشنو الفصيلة الخاصة. الخيل كل ما صارت شوي أكبر في العمر كل ما هي صارت أحسن حق التدريب. أوكي. نوع الخيل هي على تربية الخيل، على تدريب الخيل. الخيل تحتاج تدريب. أنا ما أقدر أقول لك أخذي مثلاً الخيل العربي وترى بيصير زين لك حق التدريب، أو أخذي الإنجليزي بيصير زين حق التدريب. لا، أنت على نوعية التدريب، أنت شلون لازم تسألين مثلاً هاي الحصان شلون في وقت الركوب. أنواع الخيل تختلف خاصاً حق سباقات الغدرة. الخيل الغدرة اللي يستخدمونها حالياً هي المخلوطة الأنجلو. وفي خيل عربية، وفي الأنجلو شنو هي خيل مثلاً عربية مهجنة بخيل ثانية، بخيل إنجليزية وبخيل هاي. الخيل مثلاً الخيل الإنجليزية ما تقدرين تستخدمينها حق سباقات الغدرة، ما بتأدي لك نفس ما تأدي الخيل العربية أو الخيل الأنجلو. هي في بعض مثلاً سباقات الغدرة تحتاج حق التأهيلية مثلاً 40 كيلو 40 كيلو 80 كيلو 80 كيلو 100 كيلو، هاي تدريبي كله. عقب تجهزين حق السباق ساعات يطول من سنة لسنتين تجهزين حصان حق السباق عشان يكون الحصان يكون جاهز على المرحلة. مشاهدينا عودة لكم من جديد. مثل ما نعرف أن الشعر زينة البنت، وهو عنصر أساسي ومكمل لجمال البنت وأناقتها، وأكيد هناك طرق كثيرة للعناية فيه. وشفنا أن البنت في هذه الفترة الأخيرة بالذات قامت تجهز منتجات المكونات الطبيعية للشعر بنفسها، خصوصا نفس ما ذكرت في الفترة الأخيرة. ومع ضيفتنا أبرار العمادي صاحبة مشروع هيربل تاتش راح نتعرف على ابرز هذه المكونات. صباح الخير. صباح النور. هلا حياك الله. الله يحييك. في البدايه بنتكلم عن مشروعك، شنو الفكره اللي اعتمدتيها عشان تاسسين هذا المشروع؟ هي الفكره في البدايه ابتدت لان انا كنت وايد احب يعني المنتجات الطبيعيه للعنايه بالجسم والشعر. مشروعي كله عبارة عن ماسكات للشعر، صابونيات للجسم، صنفرات للجسم، للتبييض، للتفتيح ولترطيب الجسم، وكلها منتجات طبيعية أخذها فرش طبيعية 100% وأشتغل عليها. حلو. يمكن البنات في الفترة الأخيرة أبرار قاموا وايد يتجهون حق المنتجات الطبيعية أكثر من أي منتجات أخرى، وايد مشاريع قاموا بعد ينتجون هذه المنتجات الطبيعية. نبي نتكلم عن التميز. أنت يعني حاولتي تخلقين تميز لمشروعك في نقاط معينة، كلمينا شو خلقتي هذا التميز؟ طبعاً اللي ميز مشروعي أنا بالنسبة لي كل هاي المنتجات أعتبرهم نفس ما تقولين جزء مني، هاي أول شيء. ثاني شيء أنا كل منتج ترى جربته استعمال شخصي على نفسي.
قبل لا أعرضه في صفحتي سواء في الانستغرام أو في السناب شات. كل لبو مجرب مدة طويلة ما تقل عن 4 أو 6 شهور. إنزين، واللي ميزني بعد إنه أنا كل منتج مع ترجمة باللغة الإنجليزية. حلو، يعني قاعدة يعني ترضين كل الفئات. بالضبط، حتى عندي زباين مو يعني ما يتكلمون اللغة العربية، أجانب يشترون من عندي، وهاي الشيء أحسه يميزني فعلاً. نبي نتكلم أكثر عن المنتجات. شنو أهم المنتجات اللي أنتي قاعدة تقدمينها؟ يعني شرحي لنا شوي على المنتجات. أنا وايد قاعدة أشوف ألوان وقاعدة أشوف يعني كنا شوي إبداع في الموضوع، فكلمينا عن أهم المنتجات اللي تقدمينها. طبعاً لو ببتدي لازم أبتدي معاك بمنتجات الشعر اللي هي ماسكات الشعر. عندي ماسك الجرجير اللي هو هذه الأقوى مبيعاً، وعندي ماسك الأفوكادو، هذين الماسكين الأقوى مبيعاً. عندك ماسك الجرجير خاص حق تنبيت فراغات الشعر أو حق اللي يعانون من تساقط الشعر، واللي يميز ماسك الجرجير اللي أنا أصنعه إنه ما يسبب جفاف الشعر. حارصة إنه تكون فيه أعشاب ومواد طبيعية ترطب الشعر، ما تخلي يكون جاف أو فيه نفشة. إنزين، الماسك الثاني اللي بعد وايد يطلبونه البنات ماسك الأفوكادو. طبعاً اللي تشتري إدمان يصير معاها ماسك الأفوكادو. طبعاً تعرفين في هالزمن البنات وايد يسوون صبغات للشعر أو سحب للون عن طريق الأكسجين، حتى الاستشوار، وأحس والستريتنر، هذه الستريتنر والأشياء اللي نستخدمها حق شعرنا وايد تضر في الشعر نفسه، فلازم عناية فعلاً. تلاقين أطراف الشعر وذي تكون جداً باهتة ومتقصفة، فعندك ماسك الأفوكادو يعطي الشعر لمعان وترطيب مو طبيعي من أول استخدام. هاي الحلو فيه إن نتيجته من أول استعمال تبين. عندك مثلاً ماسك الجرجير عقب استعمالين ثلاث استعمالات بس هو الأفوكادو من أول استعمال تبين النتيجة، فتلاقين البنات إدمان عليه، الطلب ما يوقف. وعندي بعد ماسك السدر، ماسك السدر يكثف الشعر ويطول الشعر بعد، وتكثيف وتغليظ الشعر وتسد الفراغات. وعندي بعد ماسك زيت الخروع، طبعاً الكل يعرف غني عن التعريف، غني عن التعريف، زيت الخروع حق تطويل الشعر. وكلهم مكونات طبيعية، يعني أخذ الشيء مثلاً ماسك الجرجير أخذه طبيعي. عندي ماسك الألوفيرا بعد نفس الشيء، أخذ الألوفيرا عندي في المزرعة في البيت أسوي طبيعي. يعني ما شاء الله مو بس أنتي تسوينه، أنتي حتى المنتجات أنتي تزرعينها عندك في البيت. بالضبط، أنا أعتني فيها عناية خاصة. ما شاء الله، يعني ما أعتبر أن أنا راح أبيعها على زبونتي، لا، أحس أن أنا اللي راح أستخدمه. فمن شذي كل شيء أنا معتنية فيه من الصفر للنهاية. حلو، يمكن وأنتي تتكلمين وتشرحين عن كل منتج شنو فايدته، خطر في بالي السؤال اللي مثلاً إذا بنت عندها مثلاً شعرها جاف شوي وتعبان في نفس الوقت تبي تكثف شعرها، هل تقدر تستخدم نوعين في نفس الوقت ولا لا؟ تقدر تستخدم نوعين في نفس الوقت، أو أقدر أن أنا أخلط لها ماسكين بطريقة أن تستفيد منه وما يضر شعرها. يعني أنت قبل لا تقدمين المنتج حق الزبونة تعرفين هي شنو المشاكل اللي عندها أو شنو النتيجة اللي هي حابة توصل لها. بالضبط، يعني مثلاً أنا الزبونة تحاكيني تقولي مثلاً أبي ماسك الجرجير، أوكي، عقب مثلاً وهي تسولف معاي تشرح لي مشكلة شعرها، تقولي مثلاً أنا عندي المشكلة أن أنا صبغت شعري علشان شيء شعري قام يتساقط علشان شذي، فأقول لها أنت مثلاً يصلح لك ماسك الأفوكادو أكثر، بس إذا أنت حابة ممكن أخلط لك ماسك الأفوكادو مع الجرجير. جميل. وبعضهم مثلاً تقولي لا أبي أخذ ماسك الجرجير بروحه وماسك الأفوكادو بروحه، أقول لها اللي تبينه راح أسويه. أوكي، أبرار بعد لما نتكلم عن شغلة، يعني يمكن الماسكات مو بس إن أنا يكون عندي الماسك وخلاص، أكيد في طريقة معينة لتطبيق وضع الماسك على الشعر. بالضبط. في طريقة، شنو الطريقة هي؟ طبعاً أنا لازم أكتبها على الستيكر وأحطها على المنتج علشان البنات تعرف، وشرحتها بعد في الإنستغرام. طريقة وضع الماسك لازم تكون على فروة الرأس، وممكن إنك تحطينه بعد على باقي الشعر، وبس الأطراف وفروة الرأس هما اللي أكثر شيء يستفيدون من ماسك الشعر. عندك لازم أول ما تحطينه بطريقة المساج، يعني تسوين مساج خفيف للشعر لمدة ما تقل عن 10 دقائق. أوكي، وطريقة الوضع طبعاً أنا مسوي الماسك بطريقة إنه ما يكون ثقيل وايد، بحيث إنه حتى مثلاً إذا ما عندك الفرشاة
الخاصة بوضع الماسك أي. تقدرين حتى باليد أي. يعني هاي طريقة تقليدية كلش أي. انزين واهم شيء ان عقب ما تحطين الماسك تغطين الشعر او بكيس بلاستيك او بقبعة الدش اللي هي يعني انا حاليا ما اوفرها بس ان شاء الله بوفرها تكون خاصة حق الماسك وتخلينه مدة ما تقل عن ساعة او ساعتين علشان أي. يستفيد الشعر. يعطيك العافية. قبل أن أختم أبرار أبي أتكلم بشكل سريع عن الصابونيات بالضبط. اللي موجودة في مشروعك، أعطينا كذي نبذة سريعة عنها. الصابونيات طبعاً أنا عندي صابونيتين لحد الحين، صابونية لطيفة للبياض الناصع وصابونية منى فروتي. طبعاً اللي ميز صابونياتي إن قوامهم مثل الزبدة، لأن أنا أسويها من زبدة الشيا. أحرص على الصابونيات أنها تكون يعني فيها ترطيب وفيها تبييض وتفتيح للجسم. أهم مكون أسوي منه صابونية زبدة الشيا، طبعاً غنية عن التعريف، الكل يعرف شنو فوائدها في الترطيب، هي رقم واحد. أوكي، ومن ضمن المكونات زيت فيتامين إي للتفتيح، وزيت الأرغان المغربي حق يعني مثلا اذا واحدة مثلا قالت لي انا بعد الولادة صار عندي خطوط بيضاء او خطوط تمدد في الجسم، فاكثر لها بعد من زيت الارغان المغربي وزيت اللوز المر وزيت الجلسرين وزيت دوار الشمس وزيت النخيل، يعني اخلط وايد خلطة زيوت وتعبني شوي الصابونية تاخذ واضح وقت. واضح انه هو ياخذ من وقتك وياخذ مجهود كبير لان انت قاعدة تدققين على ابسط التفاصيل يعني ابرار. بالضبط، اقول لك ان انا اسوي المنتج كنه حقي استخدامي مو كنه حق زبونتي، فاحرص ان كل مكونات الترطيب والتبييض متوفره في الصابونيه. وعندك حتى الصنفرات، الصنفرات انا اللي ميزها الالوان والريحه. أي. اذا بتلاحظين فهاي فعلا انا لفت انتباهي نفس ما قلت لك في البدايه انه وايد الوان واحس يعني التوزيع صاير حلو. طبعا صاحبه مشروع هيربل تاتش أبرار العمادي يعطيك العافية ونشكر تواجدك معنا اليوم. مشكورة حبيبتي، أنا أسعد. يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل سريع وراجعين لكم مع آخر محطة لنا في حلقة اليوم. عودة لكم من جديد. يقال أن الفنان ما يرسم بيده بل بعقله، لذلك فإن المصور الحقيقي هو من يصيغ بعقله جمال الصور. معنا معاكم المصور المميز جاسم الشاخوري الفائز بجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولي للتصوير الضوئي. صباحك الله بالخير، حياك الله معنا. صباح الخير. أكيد في البداية حابين إحنا نبارك لك بهذه الجائزة. يمكن أغلب المصورين يطمحون أنهم يحصلون على هذه الجائزة، فكلمنا عن شعورك من بعد ما حصلت على هذا أو هذا الإنجاز، نقدر نقول عنه مو بس جائزة هو نعم. إنجاز، بما أن الجائزة يعني دولية. مو في البحرين أولاً، أنت مثلت البحرين خارج البحرين، في نفس الوقت هي مسابقة عودة وكان فيها منافسة كبيرة، فكلمنا عن هذا الإنجاز. أول شيء أشكركم للاستضافة والحمد لله بتوفيق من الله شاركت في مسابقة حمدان لمرتين فالحمد لله فزت في المركز الأول في محور وجوه الأطفال. الحمد لله ربي وفقني وأخذت المركز الأول، ومرة ثانية في محور الإيمان الحمد لله بعد الله توفقت وحصلت الذهبية. جميل جاسم، شنو أبرز الأعمال اللي قدمتها في الجائزة؟ كل مسابقة كبيرة أو دولية تحتاج مجموعة أعمال، شنو أبرز الأعمال اللي قدمتها في المسابقة عشان تخليك أنك تتوج بهالجائزة؟ هي تميز الصورة، يعني الصورة كانت واجد قوية. حلو. الحمد لله فزت فيها أكثر من مرة ويعني جماليتها في عينها البنت واجد واجد يعني أبهرتهم، والحمد لله من بين أكثر من 1000 شخص مصور عالمي. الحمد لله رفعت اسم البحرين وعلم البحرين تميز هنا أن أنا فزت المركز الأول من 1000. ما شاء الله. جاسم، يمكن كل مصور له أساليبه الخاصة ولها نظرته اللي تختلف عن باقي المصورين، شنو الأساليب اللي تحب تعتمدها أثناء تصويرك؟ أهم شيء علاقتك بالصورة. أي. يعني أنا أحب الأطفال
وايد وايد احب الاطفال، فهني علاقتك بالطفل قبل ما تصوره هني يعطيك شيء عالي. حلو تطلع بشيء بناتج حلو. أي. فالعلاقه هذه هي الاساس يعني في منظوري، يعني هاي اكثر شيء تركز عليه وقت اللي انت بتصور. ايوه لازم، لان اذا ما اخذت كنتك وياه نعم ما في ما بطلع. جميل. في هذه اللحظات جاسم تعرض مجموعه من الصور على الشاشه لاعمالك اللي شاركت فيها. هل تلجأ لاستخدام المؤثرات الضوئيه او تكتفي بالمؤثرات الطبيعيه مثل اشعه الشمس في الصور؟ يعتمد على البروجكت اللي بتسوي. نعم. يعني العمل يحتاج اضاءه او ما يحتاج في. نعم. الاضاءات في التصوير الخارجي. نعم. ما نعتمد اشياء واجد على الاضاءات الصناعيه، يعني يعتمد على البروجكت اللي بتسوي. هاي جاسم نشوف مجموعه من الاعمال اكيد المميزه واللي فيها لمسه بحرينيه وفيها لمسه ابداعيه بشكل كبير منك. الحمد لله ما شاء الله. يعني يمكن اغلب المصورين البحرينيين كل واحد مميز في. نعم. اللي قاعد يسويه وقاعد ينجزه. جاسم شلون انت تحرص على التميز ومواكبه التجديد المستمر في اعمالك التصويريه؟ المطالعه والتغذيه البصريه اهم شيء حق المصور، على اساس ان انت تواكب التطور اللي صاير الحين في المعدات. نعم. في المحاور اللي يحطونها كل مسابقة. نعم. على أساس أنت تتخذ في المود إياهم. نعم. فهذه الأشياء المطالعة والتغذية البصرية مهمة وايد. جميل. أبرز العقبات جاسم، دائما المبدعين أمثالكم في بعض مو بعض كثير من العقبات اللي ممكن تواجههم في مسيرتهم، شنو أبرز العقبات اللي ممكن يعني تأخر عمل معين أو تصعب عليك صورة معينة؟ والله أهم 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 عقبة صج الغلاء الادوات. يعني غلاء الادوات وايد وايد غالي. نعم. يعني يبي لك ميزانيه، يعني تحتاج دعم مثلا من شركه معينه من جهه معينه، لان المصورين نصور معظمهم يكونون معتمدين على جهدهم الخاص. تصور اي تقريبا. جهد خاص بس في دعم معنوي، يعني الحمد لله انا في عضو في جمعيه البحرين الفنون التشكيليه. نعم. تحت رعايه الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة. نعم. وبقيادة الشيخة حنان آل خليفة. نعم. وعضو في مجموعة فوتو آرت بقيادة ذكريات رضي. نعم. فهاي معنوي وتعليمي تثقيفي. حلو. وايد حلو، يعني الجمعية واجد نحصل منها رعاية. نعم. بس الأدوات شوي دائما أدوات تصوير عسمتك ولا صور من كذي. يمكن بعد المصور وايد يحافظ على الكاميرا. نعم. عشان ما تتضرر الكاميرا شيء اكيد يعني. نعم. نعم. كلش كلوز يمكن. نعم. في البدايه اول لقاء كان معنا مصورين احمد وعبد الرحمن. ايوه. نعم. وهما في نفس المجال تقريبا بس قاعدين يتعاونون في بعض الاعمال. هل فكرت ان انت في يوم من الايام تشارك مصورين اخرين، او مثلا شلون علاقتك بالمصورين اللي موجودين في الساحه اليوم؟ الحمد لله علاقتي بالمصورين واجد حلوة عندي في الخليج والبحرين. البحرين خاصة واجد كلوز، احنا المصورين الكل يعرف بعض. نعم. وحلو التعاون اياهم، يعني يطلعون نطلع جروبات حق التصوير في الإضاءة، ينتبهون لشيء انت غافل عنه او شيء. نعم. هذا واجد يساعدنا في التصوير. نعم. يعني واجد واجد استفدت من الجمعيه والجروب. نعم. اللي انا فيه، يعني كل واحد يستفيد من. نعم. نظره الثاني وخبره الاخر. بالنسبه حق السوشيال ميديا دائما تلعب دور كبير في انتشار المصور وغير المصور، فشنو دور السوشيال ميديا في انتشار جاسم وصول صوره وصول ابداعاته لكل الناس؟ الحمد لله انا عندي صفحه في الانستغرام. جميل. عندي 17 تقريبا 17 وشوي. دلين يعني السوشيال ميديا هو اللي يظهر الشخص بكل يعني تأكيد. واجد دشيت عالمي. نعم. عندي اصدقاء من الصين من العراق من الكويت من معظم دول العالم. نعم. في اصدقاء يشاركونك الصوره يفتخرون فيك اذا فزت اذا حققت شيء. حلو. استشيرهم في اشياء فحلو. نعم. السوشيال ميديا يعني دخلتنا جو الحين عالمي. نعم. حمد يمكن صادني فضول شوي اعرف ليش جاسم اختار الصورة اللي شارك فيها في المسابقة، ليش وقع اختيارك على هذه الصورة بالذات؟ الصورة في محور وجوه الأطفال، هذه الصورة لها معنى كبير. هذه الصورة عرضناها في معرض سرها كان في النظرة. نظرات البنت. أي.
سامعين عن الموناليزا شلون؟ أي. نعم. وين ما تروح تطالعك العين مالتها. نعم. أنا في المعرض الصورة معروضة لأشخاص قالوا يفترون عليها رون. يعني على الصورة نفسها اللي هني يقول أنا طالعني واللي هني يقول طالعني، هي السر فيها في النظرة مالتها. موناليزا بحرينية يعني. بالك. البنت بحرينية. عندنا موناليزا بحرينية حاليا. النظرة هي نفس الشيء. نعم. الموناليزا كانت وايد وايد هي اللي أعطتها السر في فوزها. أي. المركز الأول من بين أكثر من 1000 يعني. جميل. أكيد. أكيد إنجاز كبير. هل قبل أن نختم بس أبي أعرف، هل أنت كنت حاط بالك على هذه النقطة ولا أنت الأشخاص اللي طالعوا الصورة هم اللي نبهوك عليها؟ نظرة هي أنا عندي في النظرة صراحة. بس يوم في المعرض وشفتهم يدورون افتريت، لا وسمعتهم إن اللي هني يقول أنا طالعني واللي هني يقول أنا طالعني. أي. يعني جميل. من الجهتين، فهذا السر واخترتها حق المسابقة على أساس إن المحور مالها إحنا كل مسابقة نركز شنو محورها وتدش بالأقوى اللي عندك. جميل. حلو. طبعا المصور الفوتوغرافي جاسم جاخوري يعطيك العافية ومبروك مرة ثانية على هذا الإنجاز. الله يبارك فيك. يعطيك العافية. التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا وبكذي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم يوم الثلاثاء في برنامج صيف البحرين، على أمل يتجدد معاكم اللقاء باكر. نلقاكم على خير ومع السلامة. في أمان الله.